السلام عليكم، تحية إلى موقع اميرو 24. محمد الريساني منشط إذاعي بإذاعة الشمس وفنان كاتب كلمات وملحن. أعتبر نفسي من الجالية المغربية التي استقرت بفرنسا لمدة أكثر من 20 سنة. جئت كطالب لإتمام دراستي العليا، لكن الظروف شاءت أنني أبقى هنا في فرنسا بعد حصولي على دبلوم دراسة معمقة في التعمير وإعداد التراب جامعة باريس الرابعة. لكن حبي وشغفي بالموسيقى والثقافة جعلني أتخلى عن دراستي الجامعية وأتعاطى لهوايتي وعشقي هي الموسيقى والثقافة والإذاعة. إذن اشتغلت في مجموعة من المشاريع الثقافية والفنية هنا بفرنسا. اشتغلت بمعهد المستقبل لتدريس اللغة العربية، لكن كانت هناك طريقة أخرى لتعليم اللغة العربية للأبناء الجالية عن طريق الموسيقى. إذن قمت بإنجاز 7 أقراص عبارة عن أناشيد ومحفوظات وسكيتشات ومسرحيات صغيرة للأطفال، لكن دائما فيها الموسيقى، لأن الأطفال يتسلون بالموسيقى ويستوعبون أكثر اللغة العربية عن طريق الألعاب وعن طريق كل ما هو ما درست مادة التربية الموسيقية في معهد في الثانوية الإسلامية الكوليج ميزولمون دوبرفيليي، اللي هو أول ثانوية إسلامية في فرنسا. درست التربية الموسيقية لمدة 8 سنوات كأستاذ. يا عراي بالحي عيني تراكم متى واسمعوا من تلك الديار. وزاد مع هذه الأنشطة قمت بإنجاز وبإنشاء استوديو للتسجيل في لاكورنوف. كنت أستقبل مجموعة من الفنانين لإنجاز أشرطة وألبومات ومجموعة من الإنتاجات السمعية، وفي نفس الشيء كنت أتعاطى للتنشيط الإذاعي. أول إذاعة اشتغلت بها إذاعة باري بلوريال، ثم انتقلت إلى راديو فرانس مغرب، ثم انتقلت إلى راديو ميدي ميد راديو ميد، والآن أنشط بإذاعة الشمس اللي تعتبر أول إذاعة أنشئت هنا للجالية العربية في 1988. Allez, de retour dans les studios de Radio Soleil à Paris, il est 21h45 sur les ondes. Nous sommes en direct avec vous dans votre émission Al Halqa avec Mohamed Al Hassani et mes invités. À l'instant, on vient de s'écouter 2 chansons là. ودائما في إطار الأنشطة التي أقوم بها، الآن قمت بمشروع في مونتروي وهو إنجاز فضاء ثقافي موسيقي نسموه خيمتنا، عبارة عن قطب يستقطب كل ما هو يتعلق بالفنانين والمثقفين والشعراء العرب المتواجدين هنا بفرنسا وخاصة بباريس وضواحيها. إذن الهدف من كل هذا هو الترسيخ والحفاظ على الهوية العربية، الهوية البربرية، الهوية الإسلامية، ومحاولة إيصال وتقريب وحوار ما بين الثقافات، لأن ما يجمعنا هنا في فرنسا كجالية عربية هناك اللغة، هناك الدين، هناك التقاليد، هناك العادات، وهناك مجموعة من الأشياء، لكن بعض يتجاهلها ويتناساها. لكن خلال ما أقوم به مثلا في خيمتنا، عندما تجتمع الجالية العربية المصرية والمغربية والجزائرية، يقول حتى احنا عندنا في هذا، حتى احنا عندنا هذا. إذن هنا يكتشفون لأن هناك قواسم مشتركة، وهذا يؤدي إلى التحام وإلى تثبيت وتوثيق ديك الرابطة اللي هي الدعامة الأساسية للوحدة وللالتئام وللجمع شمل الجالية العربية اللي خصها تكون متحدة ومجتمعة في هذا المجتمع الغربي اللي فيه مجموعة من
الأشياء اللي أصبحت يعني تهاجم الإنسان العربي المسلم على أنه إنسان غير متحضر، على أنه إنسان ممكن نقول إرهابي، على أنه إنسان يأتي بمسائل مخالفة للقيم الجمهورية الفرنسية. لكن العكس، نحن نتمم المجتمع الفرنسي عن طريق الثقافة، عن طريق الغناء، عن طريق الحضارة، عن طريق العلم، لأن مجموعة من الفعاليات هنا تشتغل في ميادين شتى، في ميادين العلم، في ميادين الطب، في ميادين الهندسة، في التجارة، في الإعلاميات، في كل. نحن نكمل المجتمع الفرنسي بثقافتنا وبهوية. أمر على الأبواب من غير حاجة لعلي أراكم وأرى من يراكم. أنا أتيت كطالب لإتمام دراستي العليا والرجوع إلى بلدي الأصل، لكن الآن أنا ندمان، تأسفت كثير. وإذا كانت عندي نصيحة أقول للطلبة المغاربة أو العرب الذين يودون إتمام دراسة العليا، الآن الحمد لله المعاهد والجامعات والمؤسسات موجودة في المغرب، موجودة في العالم العربي، خاصة أنا أترك بالنسبة للمغرب، يعني من الأحسن أنهم يتموا دراستهم العليا هناك أحسن من الخارج، لأن هنا غادي يجوا الخارج غادي يجيبوا مديال جيتك قاصر أجيني في الأبنام نبرا سيدي بومدين جيتك قاصا أجيني في الأبنام.